أهلا وسهلا مشاهدي ومتتبعي أنفاس، نستضيف اليوم مجدة برابيج مدربة وحكم دولي في القراءة السريعة والخرائط الذهنية، تمكنت من قيادة الفريق المغربي ليحتل الرتبة الأولى عالميا متفوقا على 19 فريق من بينها دول أوروبية وإفريقية. اهلا وسهلا استاذ برابيج، مرحبا بك. شكرا لك على الاستضافه استاذ. بدايه مرحبا بك استاذ مجدة. بدايه في البرامج ديالنا كنعرفوا بالضيف ديالنا، شكون هي استاذ مجدة برابيج؟ شكرا على الاستضافه مره اخرى. شوف مجدة برابيج انسانه مولعه بالعلم والتعلم، زعما من منذ نعومه الاظافر. انا كبرت واحد الوسط اللي ما هو غني ما هو فقير، ولكن كان عندنا دائما الغنى، كنحاولوا ما امكن اننا نوزنوه بالكميه ديال المعرفه اللي انت عندك. فكبرت في واحد العائله اللي كان ضروري خاصك تقرا خاصك تعلم، يعني حتى في البرامج اللي كنا تنشوفوا عاده فهمتي الوثائقيات اللي تيكونوا اما على الكواكب اما على الحيوانات، المهم انك في اي لحظه راك جالس خاصك تعلم. فكبرت الحمد لله بهذه الطريقه هذه. واش غادي نقول لك، من بعد يعني واحد المسيره ديال الدراسيه في مجال ديال الماليات المقاولات، اكتشفت بان كنلقى راسي اكثر ملي تنكون تنشارك المعرفه ديالي مع الناس اللي حدايا. يعني انا يكفي الا قريت كتاب، خصني ضروري نشاركه مع الناس اللي حدايا. وقلت بان راه احسن حاجه نقدر ندير باش نبقى حتى انايا مرتاحه في العمل ديالي، لان راك انت كتعمل باش تعيش ماشي عايش غير باش تعمل. واخا واحد الوقيته راه كنلقاو بان راه هذاك الشيء راه يعني مترابط. درت التعليم، وتما فين بدات هذه المغامره الجميله جدا اللي صراحه الحمد لله، زعما بكل صراحه الحمد لله، لانني تعلمت وعلمت وشاركت التجارب ديالي واستفدت من التجارب ديال الناس. وكنظن بان ملي تدير التعليم راه هو المهنه الوحيده اللي تتعاون الناس انهم يحققوا اهدافهم، وتتزيد انت تيبان بان كاين اهداف اخرى تتحققها على طريق مشاركه ديال المعرفه. الحمد لله. نعم، والقراءه السريعه كيفاش اكتشفتيها وكيفاش استعملتيها حتى في الحياه المهنيه ديالك والمسار ديالك؟ شفتي يقولوا بعض المرات الحاجه ام الاختراع. فانا في 2017 بالضبط كنت ديك الساعه كنكمل في المسار التعليمي ديالي، فديك الساعه كنت في الجامعه وكنت كنوجد الدكتوراه، وديك الساعه كان عندي فهمتي بزاف ديال التزامات عائليه مهنيه، وكانت عندي بنيت يلاه تزادت. دونك بالصدفه، واخا ما كايناش شي حاجه كنسميها صدفه، قلبت في الانترنت. وهنا فين تنقول هذه رساله لجميع الناس اللي كيستعملوا الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حاولوا انكم تستافدوا من داكشي اللي كاين في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الانترنت. فكتبت كيف يمكن زعما نقرا بسرعه، ولكن بشرط اني نعقل على شنو غادي نقرا. فتنلقى بزاف ديال المقالات تيهضروا على التقنيه ديال القراءه السريعه اللي كيستعملوها بزاف ديال الرواد العالميين. تما فين بدات المغامره، واللي عجب في الامر هو انني ما حدي تنطبق، ما حدي فعلا تتبان لي بان راه المساله راه فعلا. شكون اللي قلتي رواد عالميين مثلا؟ شوف نعطيك مثلا، مسيت اول شخص اللي غادي نهضر عليه هو الامام الشافعي. الامام الشافعي ما كانش ماشي حتى تيمارس التقنيه ديال يعني القراءه السريعه، ما كان كيمارس ما يسمى بقراءه التصويريه. يعني ما شاء الله كانت عنده، يمكن تعطيه واحد الورقه اون فوا تيشوفها تيعقل على المعلومات اللي كاينين تما، لدرجه ان كاين بعض الناس تيعاودوا انه كان كيضطر يغطي مثلا هذه الورقه هذه بالكم ديالو، لان كانت عنده واحد الذاكره بصريه ما شاء الله. دونك هنا فين بدات عاوتاني تنقول شوف ما شاء الله، حنا كعرب وكمسلمين عندنا بزاف ديال المسائل اللي نقدروا نستغلوها. الا جينا نحيدوا الامام الشافعي ونشوفوا يعني الناس ديال العصر الحديث، الاستاذ ابراهيم الفقي. فابراهيم الفقي كانوا داروا معاه واحد الاستجواب، قالوا له كيفاش ما شاء الله حتى درتي هذه النقله النوعيه في الحياه ديالك وفي المسار ديالك؟ قال لهم بسيط، تنقرا كتاب يوميا. قالوا له كيفاش ما يمكنش كتاب يوميا، انت زعما شخص اللي ما عندكش الوقت، عندك زعما بزاف ديال الالتزامات. قال لهم ما غادي تستعملوا التقنيه ديال القراءه السريعه. دونك جينا نشوفوا قلنا ايفيكتيفمون هذا السيد هذا ابراهيم الفقي تيستعمل القراءه السريعه، مع الصعيد العالمي راه بيل غيتس
ايلون ماسك، وارن بوفيت اللي معروف، كاين عاوتاني سمعت بان راه حتى الرئيس ديال فرنسا راه حتى هو تيستعمل ايمانويل ماكرون. اي راك تشوف سبحان الله الناس اللي تيكونوا تيقراو دائما تيكونوا متميزين، عندهم واحد الميزه في الالقاء، الميزه في حتى في يعني في الحياه، في الحياه ديالهم، لان اقرا يجب ان نقرا. نعم يعني مفاش لينا ولا حتى نعم. واش هي الا بغينا نشرحوا المتابعين انفاس اهم الطرق في القراءه السريعه، واش بالنظر بالعينين بالاصبع باي طريقه؟ شوف بالنسبه للقراءه السريعه انا كنفضل نحيدوا بعد هذه الكلمه هذه ديال السريعه، وربما نعوضها بالقراءه السليمه. السليمه علاش؟ لان حنا فاش غادي نكونوا كنديروا قراءه كنقراو عاده عينينا هي اللي يعني كترسل واحد المجموعه واحد الكم هائل ديال المعلومات للدماغ ديالنا، والدماغ ديالنا خصو ضروري يحاول يحللهم باش حنا كيجينا ديك الاحساس ديال راه قريت وفهمت. الا الدماغ ما دارش هاد العمليه هذا انت راه ما غاديش تفهم، لان الاعين ديالنا تيبقاو غير وسيله ديال انهم وسيله ارسال. فالعجيب في الامر هو ان الدماغ البشري ما شاء الله، انا تنتهضر على الدماغ ديال الانسان البالغ ما تنهضرش على الدماغ ديال الوليدات، الدماغ ديال الانسان البالغ يقدر يحلل حتى 700 كلمه في الدقيقه، في حين ان الاعين فعلا ديال الانسان البالغ تيصيفطوا يعني كيرسلوا واحد الكميه ديال ما بين 300 حتى 250 حتى 300 كلمه في الدقيقه، هادو عند الناس اللي تيقراو عاديين. فاذا هذاك الفرق ما بين 700 و 300 راه تنهضروا على 400 كلمه في الدقيقه. واش كيدير الدماغ ديالك؟ كيحس بالملل، يقدر يجيب لك النعاس، تتحس براسك ما فهمتيش، لان ما كتعطيش يعني بحال هو كيساينك ترسل لي واحد الكميه ديال المعلومه، ولكن انت ما كاينش واحد الاستجابه للرغبه ديالو، دونك هو حتى هو ما كيستجبش للرغبه ديالك في الفهم، وكتلقى راسك راك تقرا ما فهمتيش نسيتي، اولا كان ممكن الناس تيقول لك انا تنفقد التركيز ملي تنكون تنقرا. فاذا تيجي هذه القضيه ديال القراءه السريعه باش تحل هذا المشكل. اذا شنو الا جينا يعني نعطيو واحد التعريف ديال هذه التقنيه ديال القراءه السريعه، هي عباره عن مجموعه ديال التقنيات اللي غتخلي الاعين ديالنا ترسل واحد الكميه اللي الدماغ ديالنا كيبغيها باش يحللها بلا ما يحس بداك الملل ويحس فاذا شي حد اللي تيقرا بالزربه اللي كنسموهم الناس ديال القراءه السريعه، يعني هو الشخص اللي كيكون بدا كيصيفط واحد الكميه ليا ولا واحد يعني ملي كيقرا العينين ديالو يقدروا يرسلوا اكثر من 500 كلمه في الدقيقه، دونك من 500 600 700 كلمه كتسمى شخص قارئ سريع، من فوق 700 كلمه فهنا كنبداو كنهضروا على واحد ماشي مهارات، مي هذه ملكات يعني كتكون انت راك تيقولوها ما عرفتش ليكسبريسيون تيقول لك فورس دو فورجون اون ديفيان فورجون، يعني بكثر ما انت كتطور من هذوك التقنيات راه الدماغ ديالك تيولي كتولي واحد الاستجابه ما بين العين والدماغ، وكندير بحال واحد الشكل ديال واحد القنطره وهميه ما بين الباحه البصريه والباحه اللغويه، والدماغ ديالنا كيولي يعني بحال خدام في واحد الاتصال اللي حنا ما تنشوفوش ما تنستوعبوش. وهنا هذا هو الدور ديال 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 هاد ديال هاد التقنيات هادو ديال القراءه السليمه، ما نقولوش عاوتاني القراءه السريعه. نعم استاذه مجدة، تمكنتي من قياده الفريق المغربي في القراءه السريعه باش يحتل الرتبه الاولى عالميا، بغيتك توصفي لنا هاد التجربه هذه المميزه. انا تنشكرهم بزاف صراحه لانهم عطوني هذه الفرصه هذه باش نشارك معهم مره اخرى، كنأكد باننا باش ما شاركنا واحد المعرفه باش ما كنزيدوا كنغنيوها. فالمغامره بدات في العام اللي فات فاش حتى انا شاركت في المسابقه العالميه، دونك حنا كنا مغاربه ولكن ما كناش كثار. شحال من دوله شاركت العام اللي فات؟ ما عنديش صراحه ما عنديش احصائيات زعما اللي نقدر نقول العام الوغ كانوا فرنسا، كان دائما يعني الدول تيكونوا عالميين، كانت فرنسا بلجيكا الهند اسبانيا تيكونوا دول اخرين الجزائر تيكونوا دول افريقيه السنغال كوت ديفوار، يعني كاينين دول اللي تيشاركوا، لان اللي جميل في هاد لي ديسون هادي هو انها اونلاين يعني عن بعد، وكتخول بزاف ديال الناس اللي ما كانش عندهم امكان انهم يمشيوا حتى لبكين في الصين، لان في الصين عاوتاني كاين واحد المساله هو ان مسابقه تدار بالانجليزيه بحال هكا تقول يعني كدير واحد الحواجز باش ما تيشاركوش بزاف ديال الناس، واغلبيه تيشاركوا الدول الاسيويه. هاد لي زيديسيون اللي داروا مؤخرا فداروا عن بعد بحكم الكورونا، دونك باش عرف راه كي تيقولوا في كل نقمه نعمه،
واخولات للناس انهم فعلا يكتشفوا بان راه كاين ما يسمى مسابقات عالميه للرياضات الذهنيه. وهنا تنهضروا على الخرائط الذهنيه والقراءه السريعه، لان ملي تنهضروا على الرياضات الذهنيه بزاف تيحسبوا، ما تنهضروا غير على لو كالكول مونطال، تنهضروا على سميتو الحساب الذهني، كنهضروا عاوتاني على لي زيشيك. الوغ كو كاين رياضات اخرى منهم القراءه السريعه والخرائط الذهنيه. فتجربة من بعد ما شاركت انا في ليديسيون اللي فاتت، كان واحد ما نكذبش عليك، كانت واحد لونديسيون ديال اننا نعاودوا نعيشوا التجربه مي كفريق. ومن تما بدات كيف تيقولوا الحمد لله بدا النشر، بدا شويه ديك كيف ربما نسميها واحد الحمله توعويه باش نقولوا للناس بان افيكتيمون راه الناس راه عارفه. باش نقول راه ماشي نقول لك الناس ما عارفاش، الناس عارفين، ولكن واش كيمارسوا فعلا هاد التقنيات في حياتهم اليوميه؟ ما قليل، نسبه قليله. فاذا الهدف كان هو هذا، هذا هو الهدف الرئيسي، كان اننا فعلا نوعيوا الناس بان راه كاينين شي تقنيات اللي غيعاونوكم انكم تغيروا حياتكم، يعني تربحوا الوقت، ترتاحوا، تكونوا زعما بيرفورمون، ان توصلوا للاهداف ديالكم في وقت وجيز. الفئه العمريه اللي كانت مشاركه فيها تم، انا غادي نقول لك. فاذا من بعد ما درنا هذه القضيه هذه، بداو الناس تيسولوا المسابقه واش كاينه المسابقه هذه. فسبحان الله تما فين تواصلت مع المنظمين على الصعيد العالمي وتحول لنا الفرصة أننا فعلا هنا فين تأسست الجمعية ديالنا، جمعية مغربية للرياضة الذهنية. والحمد لله درنا شراكة مع الجمعية اللي كانت منظمات الشيء على الصعيد العالمي، وبدينا كنوجدوا المسابقة ديال هذا العام هذا. فالفئات العمرية اللي كانوا عندنا، احنا ما نكتبش لك استهدفنا الشباب، اللي نقول الشباب يعني الفئات ديال الوليدات اللي عندهم من 9 سنين حتى 16 عام. هذا اختيار ما كانش زعما غير هكاك، درناه لان حنا عارفين الوليدات في هذه المرحله هذه الدماغ ديالهم تيكون عنده القابليه ديال انه اي حاجه عطيتيها ليه كيشدها وكيوظفها، وكتكون النتيجه اسرع من الناس الكبار. علاش؟ لان الناس الكبار ضروري تتكون هذيك كيف راني نقولوا هذيك التردد. ما يمكنش مثلا واحد الشخص عاش 20 عام هو تيقرا بواحد الطريقه، وانت كتجي تقول له الطريقه اللي تتقرا بها راه ماشي الطريقه الصحيحه. فانا غادي نقول لك كيف هنا تيوليو بزاف الاسئله، واش غادي نفهم، واش غادي نعقل، واش يعني هادو اسئله بديهيه ومن حق الناس تسولها. بالعكس انا قاعده تنقول الناس اللي ما تيسولوش هذه الاسئله ما غاديش يقدروا فعلا انهم يمارسوا هذه التقنيه، لان السؤال هو اول يعني مرحله في التعلم. الشخص اللي ما تيسولش فهذا صعيب انه يتعلم بسهوله، وصعيب انه حتى انه كيف تيقولوا يخمر هذيك المعلومه عنده. فاذا استهدفنا الشباب الحمد لله، وكنا فريق اللي ما شاء الله كنا فيه 32 شخص. استهدفنا اوسي اننا نديروا بزاف ديال المدن، خرج دي بزاف المدن، كانت الاغلبيه الدار البيضاء، كان عندنا الرباط، كان عندنا اسفي، كانوا عندنا ناس من العريش يعني. حتى هما والحمد لله كانت تجربه زوينه، لان تقاسمنا معرفه، تشاركنا تجارب، وكنا دائما كنحاولوا نخدموا على ما يسمى الثقه في النفس. ثقه في النفس لان انا ملي نقول لك شاركت 19 فريق، فما نكروش اننا كانوا تما فروق اللي تيدربوا عامين 3 سنين، واللي كانوا مواكبينهم ابطال العالم. هذه خاصنا فهمتي ملي نعم. كنهضر على هذا الشيء، لان بغيت فعلا ان الفريق المغربي للرياضه الذهنيه انه فعلا يحتفل براسو، ضياره احتفلنا بهم الحمد لله لانهم حققوا نتيجه زوينه. فبفضل هذه المجهودات هادو، وبفضل هنا غادي نرجع باش نشكر زعما صراحه جميع، لان عاوتاني ملي تنقولوا حنا خدمنا كفريق فما نكروش بان الجمعيه اللي كنمثل خدموا معنا ناس اخرين. فخدم معنا هنا كنوجه شكر خاص لنادي القراءه ديال بوسكوره لانه خدم معنا بزاف، كنوجه شكر خاص عاوتاني للجمعيه ديالنا من طوال، وهذا اساسي باش نعرفوا بان راه النجاح ماشي خدمه ديال شخص واحد، النجاح خدمه ديال المجموعه. فانا الجمعيه ديالي دعمتني غير بهذوك التشجيعات، مجد راه غادي نوصلوا ان شاء الله، ساعدونا، حاولوا يخدموا معنا. شنقول لك الشيء داك الدعم النفسي والمعنوي وسورتو الثقه ديال الناس فيك ولا في المشروع، فهذا كون على يقين بان راك ناجح 80%. دونك ديك 20% راه كيف تيقولوا كاين ما يسمى بالمثابره،
وكاين لو لاشي بريز بعدم التعلق. دونك حنا تعبرنا ولكن ما تعلقناش صراحه بالنتيجه، لان الهدف ديالنا كان هو اننا نكونوا روح الفريق، هذه مساله ضروريه. وثاني حاجه نعيشوا هذه التجربه باش نعاودوا نكرروها مره اخرى. فاذا بينا فعلا نفاجئ، الحمد لله المغرب كلاسا الاول عالميا فئه جونيور، فئه الاطفال وفي البالغين وفي الفئه ديال المراهقين اليافعين تكلاسينا حنا الثانيين عالميا، وهذا كيخلي المغرب الاول افريقيا الحمد لله. نعم، وهاد النتيجه هذه لقات صدى لدى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم، يعني باش يعتمد هاد النمط هذا في تطوير التعليم. ومن جهه اخرى انت استاذه مجده في القطاع ديال التعليم، كيفاش تشوفي هاد الطريقه ديال القراءه السليمه ولا السريعه باش نطوروا بها منظومه التعليم في المغرب، لا سيما ان المغرب غادي في هاد الاتجاه ديال النموذج التنموي الجديد؟ شكرا على السؤال. شوف كيف قلت لك، حنا الهدف ديالنا هو ان كنا دائما في واحد الحمله ديال اننا نوعيو الناس باننا راه يمكن لينا نقراو بطريقه اخرى، ويمكن لينا نذكروا المعلومات بطريقه اخرى عن طريق القراءه السريعه والخرائط الذهنيه. فالحمد لله الهدف نقدر نقول لك الهدف رحنا يعني مازال خدامين عليه، ولكن باش فعلا نحققوا نتائج زعما يعني ان الهدف ديالنا اننا نوسعوا من النطاق ديال الناس اللي كيمارسوا هاد التقنيات، وحتى من اننا نستقطبوا مدن اخرى ان شاء الله اللي غادي يمثلوا المغرب على الصعيد العالمي في المسابقه. فمحتاجين صراحه انا تنقولها، محتاجين الدعم ديال كاع كيفاش غادي كاع الناس اللي كيشوفوا راسهم صراحه يقدروا يشاركوا في هاد الهدف، في تحقيق هاد الهدف النبي، لانه هدف توعوي، هدف علمي، هدف نبي، لان حنا بغينا الحمد لله نرقى ونزيدوا بالبلد ديالنا القدام، نطمو في هاد الشيء ديال التعليم والتعلم. فهنا كاستاذه كنقول بان عندنا جوج ديال المسائل غادي نخدموا عليهم. الاول عن طريق الجمعيه، فحنا كنستهدفوا الاساتذه ديال القطاع ديال القطاع العام. علاش؟ لان كنظن باننا باش ما تكونوا الاساتذه دايوغ، كان عندنا في الفريق الوطني كانوا عندنا ثلاثه ديال الاساتذه من جهه ديال خنيفره بني ملال بجعد، كانوا عندنا الناس ديال بجعد. والهدف ديالنا هو اننا نخليوهم هما كيف تيقولوا ينشروا حتى هما الدعوه من، لان بالدارجه يد وحده ما تتصفقش. دونك حنا بغينا نديروا ما يسمى داك لي في ملتيبليكاتور، نكونوا مكونين ونخليوهم هما حتى هما يساهموا على نطاق الجهات. فكنظن يعني الهدف فعلا الا لقينا دعم ومسانده فنقدروا نوصلوا ليه ان شاء الله في سنه، نكونوا مكونين ديالنا وهما غادي يديروا تكوينات الفرق ديالهم. دونك هذه من ناحيه الاساتذه. من ناحيه التلامذ الهدف يعني راه الا كوننا الاساتذه راه فورسيمون التلامذ، هذه بالضمن راه التلامذ غادي يوصل لهم. هنا فين كاين عندنا باش نكون واضحين، التشالنج الكبير هو ان حنا كنا بغينا نديروها بالانكلي كنديروها بالانكلي، بغينا نديروها بالفرنسي كنديروها بالفرنسي، بغينا نديروها بالعربيه كنديروها بالعربيه. دونك هنا كاينين شي وليدات اللي ما غاديش يكون عندهم قابليه، ما غاديش يعني كاين واحد الحزازات ما تيبغوش يديروها بلغات اخرين، يعني لا بلونغلي لا بالفرنسي، تيقول لك انا غنديرها بالعربيه. ما كاينش اشكال، لان يعني هذا حتى هو سؤال كنت لقيته بزاف والناس طرحاته بزاف، واش يمكن لينا نديروها بالعربيه؟ اي يمكن لينا نديروها بالعربيه، لان كنظن اللي عنده بيرمي وكيسوق طوموبيل راه غادي يقدر لي 4x4 راه يسوق سيتادين. سي فغي في الاول راه غادي يجيك شويه داك لا انا ما عمري سقتها، ولكن الدماغ ديالك عنده القدره انه يقوم بالواجب في الكونتكست اللي حطيتيه. هنا كنرجعوا للهدف الاساسي هو اننا نخليو الناس تتامن باننا رحنا كانسان ربي عطانا واحد القدرات واحد الملكات خارقه، والهدف ديالنا هو اننا نخليو الناس تثق في راسها وتثق في القدرات ديالها، وتعرف بان الدماغ البشري راه قادر يحقق المستحيل. يعني حنا تنهضروا على القراءه السريعه، راني هضرت لك على 700 800 900 حتى 1000 كلمه في الساعه، راه كاينين الناس اللي كيديروا قراءه تصويريه راه تيقراو 5000 كلمه في الساعه. لا باردون، ماشي في الساعه، في الدقيقه. الدقيقه يعني شوف في الدقيقه قريتي 5000 كلمه. هنا الا جبتي هاد الناس هادو تيقراو 5000 كلمه في الدقيقه، تخيل كباحث شنو يقدر يدير. لهذا
يعني حتى كاينين اللي وجد الدكتوراه ديالو عن طريق هذا استعمال هذه القراءه السريعه. تجربتي الخاصه هذه يعني. اولا يعني. ثانيا الا جينا ناخذ مثلا نعطيو امثله بجامعات عالميه، راه الا خديتي هارفارد، خديتي عاوتاني جامعه في بكين، في جابون، فهمني، راه اليابان راه عندهم هاد سميتو هاد التقنيات. من كيفاش نقول لك، ماشي زعما لوكس، شي حاجه اللي غادي يديروها باش تميز الجامعه ديالهم بتاتا. راه كيديروها كتوجدي دابا نداء عاجل للوزاره الوطنيه وزاره التعليم العالي باش يعتمدوا هذا النمط ديال صراحه نعم. يعني الا بامكاني انهم كيف تيقولوا غير يجربوا نجربوا نعم. يعني غناخذوا ناس غادي نواكبوهم ويجربوا، ما كانتش النتيجه عليه. ولكن حنا يعني باش ندخلوا في واحد كي تيقولوا واحد النقاش زعما لما هو سياسي، ما هو حنا غير كنحاولوا كنقارنوا يعني انكور اون فوا بداك لو ريغارد ديال واحد النظره ديال الباحث. دائما كتحاول تتقارن اشنو دار وشنو اللي زوين، وناخذوا واحد النموذج ونحطوه في الاطار ديالنا في المغرب. فملي تنشوف جامعات عالميه، وحنا ناخذوا مثلا بسيط الجامعه ديال السعوديه ديال الامام ماشي الامام مالك، ما ديال الملك عبد العزيز، داروا تجربه على ناس باحثين تما، داروا لهم واحد المواكبه على 6 ديال 12 اسبوع، فلقاو نتائج لي بزاف يعني مبهره ولا باهره جوستمون باش على يعني جوست ابري هاد المواكبه هادي. فاذا مادام هنايا يعني جامعه عربيه دارت هاد لو تيست ولقات نتيجه، بامكاننا نعاودو ربما حتى حنا ناخذو نديرو اكزاكتومون. هنا غادي نعاونو بزاف ديال الناس، راه تنهضرو على الناس ديال الطب، تنهضرو على الباحثين. انا ندير البحث ديالي في الماليه وتسيير المقاولات، راه ما يمكنش تشوف الكم الهائل ديال المقالات العلميه اللي خاصك تقرا وتقرا. ها انت قريتي باش تلخص، يمكن لك تلجا للخريطه الذهنيه، ومني كتلجا للخريطه الذهنيه كون على يقين بان عندك تقدر تسترجع كاع هذوك المعلومات اللي انتقيتي في واحد الوقت وجيز، وماشي تسترجع 10% 30%، بالعكس تقدر تسترجع حتى 90 80 حتى 90%. فاذا هنا ما بقيناش كنقلبوا على ما يسمى ليفيكاسيتي، يعني البيرسونيفيك، انا عطيتك واحد الهدف توصل له، لا دابا حنا ولينا كنوزنوا ولا كنشوفوا الشخص اللي الكفاءه ديال الشخص بلو كونسيبت ديال ليفيسيانس. يعني انا عطيتك هدف من غير انك توصلوا، لانك انت راه مادام اختاريناك الا وراك غتوصل للهدف، ولكن الوقت اللي توصل ليه الوسائل اللي استعملتي باش توصل ليه. نعم. دونك هذا هو يعني هذا هو اللي نعم. نقدر نقول لك ما بين الكفاءات اللي خاص الواحد يطورها باش يساير القرن 21، لانه قرن اللي فيه بزاف ديال كيفاش غادي نقولوا، نقدر بزاف ديال التشالنج، بزاف ديال التغيرات، والانسان الذكي ماشي هو الانسان اللي غادي يخرج عمليه رياضيه، نو، الانسان الذكي هو اللي ملي تيجي واحد الفتره اللي فات تغيرات بزاف تيقدر يتاقلم معاها، هذا هو الانسان الذكي. نعم. دونك نعم استاذه مجدة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونطلب لكم موعدا جديد.